تقول لهم وش تعدم بعد ما تطلع ان شاء الله؟ والله انا ما ادري ايش اقول يا ابو عبد الله، لكن اقول اولا صباحكم الله بالخير. اتمنى اكون جملتكم وان شاء الله نحن مجملين باذن الله. اشكرهم جزيل الشكر على وقفتهم معي، اشكر امي وابوي واخواني واخواتي جميعا، الله يسعدهم ويوفقهم جميعا. ما ادري والله صراحه ايش اقول بالضبط، يعني انت لخمتني صراحه، كنا نلعب قبل شوي لخمت بكلام يعني ما رتبنا كلام. لكن ما في الخاطر اعظم والله العظيم من هذا المنبر العظيم، اوجه لهم جزيل التحايا والشكر. الله يبيض وجيههم جميعا، امين، ويطول اعمارهم، وان شاء الله ان شاء الله اجيكم بالمركز الاول، واذا ما جيت المركز الاول بالثاني، واذا ما في الثالث الثالث، واذا ما في الثالث العلم الغانم باذن الله. قبل كل شيء العلم الغانم وطاعة الله قبل شيء، كل شيء طاعة الله سبحانه. انا صراحة قبل ما امشي ابوي وصاني وامي الله يطول اعمارهم، قال اول شيء عليك برضى ربك، اذا ارضيت الله ثقة تامة ان جميع الناس بترضى عليك، ولا تهمك بس كلام الناس، هسه اكبر همك، خل طموحك عالي، انت سوي اللي عليك والله ان شاء الله بيوفقك في جميع اعمالك باذن الله. فيصل سم، قبل البرنامج هل كنت مقصر في زياره اقاربك كذا؟ وش تعدم بعد البرنامج؟ كلنا مقصري في صله القرابه، ولكن لا الحمد لله، الحمد لله ما في تقصير، يعني تقصير هو من ناحيه الظروف انا مقصر، بس ما في تقصير يعني المره، لكن قريب منهم جدا الحمد لله ما شاء الله، خاصه من امي وابوي واخواني واخواتي، اولاد عمك واولاد خالك اللي مسافرين. لا اكيد حكم الظروف والاشغال وكنا في دوام. وش توعدهم بعد البرنامج؟ اوعدهم ان شاء الله بحفل ان شاء الله كبير يتجمعون فيه كلهم باذن الله، ومنها نسلم عليهم ونوصل لارحامنا، و قاطع الرحم لا يدخل الجنه اتوقع، صح؟ السلام عليكم. قاطع الرحم توجه كلام للي ما يصل رحمه بايش؟ بقول اصل رحمك، ترى الدنيا فانيه والعمر فاني، اذا احد زعلان عليك بادر انت واستسمح منه، ترى الدنيا ما تسوى ابدا، قسم بالله تشيل في خاطرك شيء بسيط على اخوك المسلم، اخوك المسلم شلون هذا لو اخوك او ولد عمك او قريب لك تشيل في خاطرك عليه. ما ادري ايش اقول، الاخير يمكن اقول تهادوا وتحابوا بخصوص صلة الرحم، ترى احنا نفتقد الشيء هذا، يمكن يعني في المجتمع بشكل عام يمكن نفتقد الشيء هذا، هدية يعني ترضي كل شيء. نعم هدية تحابوا، الهدية مو بس بثمنها بس يا سلام عليك، صح تعبير ايش؟ سادري تعطي توصل لل مشكلة علي وفيصل تجمعوا ما في شعور لا شعور من داخل صراحة، انا شعوري صراحة ما اعرف اعبر به رجاليا لا بالكتابة بيض الله وجهك. ايوه لكن اختم ولا عادي اطول بعد؟ يلا ما مشكله، لا ما بيطول ترى بختم، انا من الاخر اجيب كل شيء. الله يسعدك. رساله اخيره؟ رساله اخيره اشكر لهم جهودهم الجباره اللي وقفوا معي وبيوقفون معي فيها باذن الله، اوعدهم ان شاء الله بالجاي افضل والمستقبل ان شاء الله المشرق، تستاهل قدامي ان شاء الله، وان شاء الله اني جملت وتجملت والله جملنا ولا يحملنا. جمل الله يسعدك. بإذن الله تصبح على خير. بيض الله وجهك. روحي نامي، قعدت تسهرين في الليل عشاني. تروحي دائما تسهر، تقوم عاد انام في الليل عشاني. روحي نامي وتفعل، وان شاء الله انا بعد باقي لي 10 ايام وان شاء الله واجيكم باذن الله. نفس الحاله قسم بالله. بإذن الله. فواز.